يا اهلا بيكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اللي من حضراتكم عنده مشكله في السيطره على شهيته ارجوكم تابعوا الفقره دي. هنتكلم عن فكره الاحساس بالجوع وخصوصا ما بين الوجبات، وده اللي بينتج عنه زياده طبعا ملحوظه في الوزن. كل دي حاجات هنتكلم فيها مع ضيفتنا اللي منورانا دكتوره ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه. صباح الفل عليك. صباح الفل والجمال. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله بخير. التفصيله اللي هنتكلم عنها النهارده في منتهى الاهميه، وهي اللي بتشكل الهاجس الاكبر عند الناس اللي عايزه تفقد وزن. يقول لك الرغبه العارمه في انقاذ الوزن موجوده، لكن انا مش قادر اسيطر على شهيتي. هو اصلا ينفع ان الواحد يسيطر على الشهيه؟ ينفع، يعني الشهيه طبعا شيء نقدر نسيطر عليه بصوره كبيره جدا، ان هي بتبدا بالمخ وبتبدا من المعده. يعني احنا عندنا مكانين فيهم بيوصل فيهم الرسائل يا كريم. يعني ايه؟ انا لو صبرت، تخيل بقى ان انت لو كلت حاجه، انت دلوقتي جالك اشاره من مخك لبطنك انا جعان محتاج اكل. فيبتدي الرسائل تطلع ما بين المخ والمعده. لو لما تطلع الرساله دي انت ما نفذتش او استجبت للرساله دي سريعا وصبرت ثلث ساعه، عايز اقول لك ان انت بتحس بالشبع. يعني احنا اول ما يعني نحس الرساله اللي هي بتجينا يلا ناكل، زي هقول لك ايه الاجانب بره بيعملوا ايه لما بيروحوا ياكلوا في اي مطعم، بياكلوا الشوربه الاول والسلطه، الوجبه متقسمه بالظبط كده، وبينزل البوشنز والكميات صغيره خالص غير الكميات بتاعتنا. احنا هنا في مصر بنحس ان المطعم ده كويس وكريم قوي لما بينزل الطبق الكبير المليان حاجات كتير ده. ليه الموضوع مختلف؟ لان انت مجرد ما بتدخل الرساله دي حصلت، اللي هي رساله الجوع، وبعد يعني فتره الثلث ساعه دي انت دخلت حاجه حتى لو كميه بسيطه، بيبتدي يطلع رسائل للمخ ان انا ابتديت اشبع. عشان كده كل ما بنصبر ونقلل كمياتنا وناكل تدريجيا كميات اكلنا بتقل، لكن احنا مجرد ما بنحس بشعور الجوع احنا بندوس مباشره ونطلب كميات كبيره وناكلها حتى لو ابتدينا نحس بالشبع. ما بنديش لمعدتنا المساحه او الوقت ان انا لا ايه ده انا حاسس ان انا ابتديت اشبع اوقف اكل، لا انا بخلص لازم الطبق اللي نازل قدامي. هو عاده الواحد بياكل لغايه لما يشبع. عاده بس يشبع دي بقى مفهومها مختلف، كل واحد وحجم بالظبط كده. لا وخلي بالك في ناس حاسه بالشبع يا كريم من بدري جدا جدا، بس هي الاكل حلو انا مبسوط اكل طعمه جميل مش عايزه اسيبه، لكن صدقني الاحساس بالشبع المبدئي اللي بيجي لنا من الاول خالص بعد اول ثلث ساعه ممكن لو احنا ركزنا معاه شويه واستسلمنا له هنلاقي نفسنا كلنا ربع الكميه الموجوده في الطبق. طب ما ان بقى المشكله الكبيره يا كريم مش كل الناس بتفهم الرساله دي، ومش كل الناس بتاخد اكشن اللي هو بعد ثلث ساعه ان انا لا ده انا شكلي شبعت اوقف اكله وابقى اكمل بعدين اخليها وجبه ثانيه كمان ثلاث ساعات او حاجه زي كده. لا ما بيعملوش كده وبيكملوا اكل. فبيقولوا في الاخر النتيجه ايه يا دكتور؟ لما بيتصلوا بينا دايما على الخطوط اللي هتظهر على الشاشه الفريق طبي كبير جدا في بايو ناتشرال، وهو بيكون حريص دايما ان هو يسمع المريض. يعني زي ما انا دلوقتي بتكلم اللي انا بقوله لك دلوقتي والحالات اللي بتظهر دايما معانا في الفقره دي بتكون نموذج حي للفريق عندنا في شركه بايو ناتشرال، بيسمع المريض بيسمع كل حاجه بيقولها. سمعتوا كتير التعليق اللي احنا بنتكلم فيه ده، التفصيله دي، فكره ان احنا مش عارفين نسيطر على الشهيه بالظبط، بالذات بالليل يا دكتور. احنا في الصيف احنا في مصيف وفي سهر، فبنيجي بالليل قدامنا بقى اكل وخروج وكده، ما بقدرش اسيطر على نفسي بالليل بالذات بكون جعان فباكل كميات كبيره، وخصوصا في المصايف بيبقى البحر والنشاطات البحريه بالظبط. هتقول دلوقتي خصوصا في المصايف، وكل سنه واحنا طيبين داخلين بقى على الشتاء باذن الله وفتره الصيف خلصت، هنلاقي نفسنا بنقول يا دكتور احنا برده في الشتاء بنحس بالليل بجوع شديد وبرد شديد، فبناكل برده بالليل كميات كبيره. فدايما عندنا شماعه كريم للاكل الكتير وعدم القدره على قفل الشهيه. فاللي احنا ابتدينا بنقدمه في شركه بايو ناتشرال هو حل انا بسميه سحري وطبي في نفس الوقت، ودي حاجه مش دايما او بسهوله بنلاقيها. ان انا اعمل ايه بقى؟ ان انا اخليك قدامك الاكل اللي موجود سواء بالليل او الصبح او الظهر او انت قاعد في الشركه مع زمايلكوا طالبين بقى الاوردر الدليفري الجميل الشهير ده. فازاي تبقى قاعد في وسط المغريات دي كلها وانت عندك شعور النهم بالاكل او الجوع اللي هو مزيف، وعايزين دايما نقول مزيف لان احيانا كمان العطش بيحسسنا بالجوع المزيف. فكل العلامات المزيفه دي ان انا لسه جعان وعايز اكل كميات كبيره من الاكل، حليناها احنا في بايو ناتشرال ان احنا عملنا كورسات مختلفه تناسب كل الاعمار، واي شخص عنده امراض مزمنه يقدر يستخدمها بطريقه امنه، سواء سكر، ضغط، كوليسترول، مريض كلى، الاطفال من اول سن 13 سنه، كل الشريحه دي من الناس تقدر تستخدم. عندنا يعني تنوع كبير جدا من المنتجات سواء الجارسينيا، القهوه الخضراء، الالياف، الكروميوم،
مجموعة كبيرة جدا لما بتتواصل. دي كلها مكونات هذا المنتج؟ لا، عندنا مجموعة كورسات متنوعة في شركة بايو ناتشرال. لما بتتواصل مع الفريق الطبي وبتتكلم معاهم في حالتك، أكيد الأنسب لكل حالة بالظبط. يعني هو بقى بيقرر بالنسبة لسنك، ممكن تكون سنك صغير بس حرقك ضعيف باللي أنت بتحكيه للفريق. ممكن تكون بعد أول أسبوع متابعة، لأن المتابعة عندنا فيها التزام شديد جدا جدا، وإحنا بنقوم بمتابعة المرضى. أو يعني ممكن تكون أنت مش مريض، عندك أمراض بس عندك السمنة، هي مرض ومرض طبعا مش سهل ومش طبعا بسيط. فالمتابعة الأسبوعية شيء مهم جدا جدا، فكل الفريق بيكون متكاتف مع بعض ان احنا نوصل للتارجت او الهدف اللي احنا بنقدمه في بيستا النهارده. وهو ايه بقى؟ ان انا اخس من 8 ل 12 كيلو، واحيانا بقيت احط رينج من 10 ل 12. الحمد لله تقريبا معظم الريزلتس بتجي لنا في رينج ال 10 اقل حاجه في الشهر. دي الحقيقه اللي احنا دلوقتي يعني عايز اقول نقول 8 دلوقتي بقيت اقول 10. طب تعالي نقول 10 او 12. هو الواحد لو نزل 12 كيلو في شهر واحد ده ما يبقاش ليه انعكاسات سلبيه على الجسم خالص؟ هنتكلم بقى، اتكلم كلام علمي مظبوط. لو حضرتك خسيت الرقم ده بطريقه مش تحت اشراف فريق طبي زي اللي احنا بنوفره من خلال الخطوط والصفحه اللي ظاهره لشركه بايو ناتشرال، يعني في حد طبيب بيتابع مع حضرتك طريقه خصيتك، بتقول له بتاكل ايه. لان انا عندي ميزه رائعه يا كريم، خلي بالك في كورس بيستا وقلب مالتي فيت الفيتامين اللي هنرد بيه على اللي انت بتساله عليا دلوقتي. انت بتاكل ايه؟ انا مش حرماك، مش عامله نظام دايت قاسي، لكن انا بفهم او الفريق في المتابعات الاسبوعيه بيفهم من المتابع معانا على الكورس بيستا او اي كورس تاني سواء الجارسينيا او القهوه الخضراء، انت بتاكل ايه كانواع اكل. ماشي منتظم على قلب مالتي فيت، وده بقى الحل السحري اللي احنا بنكمل بيه المنظومه بتاعتنا عشان ما يبقاش فيه الانعكاسات السلبيه اللي بالظبط. افرض انت شخص ماشي على بيستا اللي هي عباره عن كيس بندوبه في كوبايه ميه، بناخده قبل اي وجبه. احنا بناخد 3 وجبات رئيسيه او 2 على حسب. بناخد كيس في كوبايه ميه بنشربه قبل الوجبه من نص ساعه لساعه، ودي بتختلف من شخص للتاني بس انا افضل نص ساعه. طيب خدنا ده، حسينا بايه يا كريم؟ الالياف دي الياف مالئه من قشور السيليوم، الشوفان، رده القمح، دخلت في معدتنا نفشت عملت بالونه. دي الالياف الزائبه اللي لما بتعمل ماده هلاميه في المعده طبيعيه جدا، عباره عن اعشاب طبيعيه جدا بتساعد على ان معدتي. انا دلوقتي طلبت الاوردر الجميل، قاعد في المطعم الجميل اللي بينزل الطبق الكبير اللي احنا فرحانين بيه، واخد البيستا قبلها بنص ساعه وبمنتهى السهوله في عربيتي في مكتبي في المطعم اللي انا قاعد هاكل فيه. الاوردر بينزل كمان نص ساعه تلت ساعه، انا خدته قبلها على طول. الطبق الكبير اللي انت متعود بالهنا وشفا تاكله رغم ان انت شبعت من نصه على فكره، بس بيستا هيخليك مش قادر، لان انت بقى في مكان في معدتك بالونه موجوده خدت جزء من المكان اللي انت كنت دايما بتقعد تضغط عليه تضغط عليه وتاكل عشان تخلص الطبق. أوكي. لا انا عملت بقى حركه ذكيه ان انا قفلت خدت المكان ده انا الحيز الاكبر من معدة ملعب انا خدت واستوليت على المكان ده في معدتك بالياف طبيعيه لطيفه جدا ذائبه زي الالياف اللي موجوده بره، بس الفكره هي معموله بطريقه تعمل ده بصوره فيها كفاءه اعلى. مش بس كده، فيها الكروميوم وفيتامين سي والالكارنيتين، دي الحاجات بقى اللي بتحفز الحرق. احنا عندنا حاجه بتملى، عندنا حاجه طبيعيه بتحفز حرق جسمك من خلال فيتامين سي انه بيساعد على حرق الدهون. ودي معلومه مش كتير يا كريم ناس تعرفها، ان فيتامين سي ضروري جدا جدا جدا، مش بس للمناعه مش بس للجمال، هو مهم جدا لان انا احفز حرق الدهون اللي موجوده في جسمي. فانا مش بس بخس، في ناس كتير خلي بالك بتعمل عمليات تخسيس هي بتخس من الكتله العضليه، فتلاقي شكل حد عنده 30 40 سنه عامل عمليه شكله كبر بقى عنده 60 70 سنه، لانه للاسف بيخس من الكتله العضليه. انا هنا بخسسك دهون لاني حاطه جرعات معينه من الكروميوم والالكارنيتين والفيتامين سي، خلوك تخس دهون مش عضلات. خسيه الدهون دي ورجوعا برضه للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، فكره ان البني ادم ممكن يخسر 12 كيلو من وزنه في شهر واحد، ما بينتجش عن الحاجات دي مثلا ترهلات؟ ما هو انا لسه هو رد حالا بقى. انت خسيت على بيستا او الكورس المتكامل بيستا ساعدك ان انت بالفيتامين سي والالكارنتين والكروميوم ان انت تخس ايه؟ عضلات. غيرك اللي مشي على نظام دايت مش صحي او عمل عمليه خس عضلات، انت هنا خسيت دهون. يعني بيستا احنا خسينا دهون بكلام علمي. عمليات او دايت غير صحي، في دايت طبعا صحيه دايت غير صحي، انت خسيت من الكتله العضليه فانت عجزت وشكلك بقى مترهل وشكلك بقى ما عندكش الصحه. النقطه الثالثه
انت دايما معظم الناس لما بتمشي على دايت غير صحي او عملت عمليات ومش ملتزمه بفيتامينز بيبتدي يحصل تساقط في الشعر، ضوافرنا بتتكسر من الضوافر والضوافر بشرتنا، ومش بس كده كريم، انا تعبانه، جسمي مكسر، مش قادره اقوم، انا صحيح خسيت وبقى شكلي حلو بس انا مش بقدر اتحرك. يا دكتور انا حاسه انا كبرت 20 سنه مش صغرت، المفروض الخسيه بتديك نشاط، بتبقى بتتحرك طبعًا. جسمك اخف. لا انا تعبت نتيجه ان انا عندي نقص فيتامين دي، عندي نقص كل فيتامين الجمال، فيتامين ايه من الحاجات القويه جدا في الجمال نقصت جدا، فيتامين بي. وخلي بالك ان مالتي الب مالتي فيت الكورس المكمل معايا في بيستا من الفيتامين اللي هو قرص واحد يوميا باخده معايا مع الثلاث اكياس الفايبرز اللي باخدهم عشان فقدان الوزن وتحفيز معدل الحرق، ده عمل ايه القرص الواحد ده يا كريم؟ اداك كل احتياجك اليومي من الفيتامينز، سواء فيتامينز للجمال، للنشاط، لزياده معدل الحرق، كل الفيتامينز دي موجوده طالما انت شخص سليم ما عندكش نقص شديد قوي في حاجه معينه، هو هيديك احتياجك، فانت خسيت وصحتك زي الفل. تقريبا ده بحذافيره هو اللي حصل مع استاذ ابراهيم اللي هنتعرف دلوقتي عليه وعلى الحاله بتاعته، ان هو واحد من الناس اللي نجح في انه يفقد الوزن من غير كل الامور السلبيه اللي احنا كنا بنحكي عنها من شويه. تابعوا معانا. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. اسمي ابراهيم محمد امام، عندي 27 سنه، كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما كنتش بعرف البس كويس، ما كنتش اعرف بمارس الرياضه اللي انا بحبها اللي هي الكوره، كان عندي صعوبه في طلع السلم، كان عندي صعوبه في مظهري العام قدام الناس. الحقيقه ما كانش في اي حاجه محروم منها وانا بستخدم فيستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليله. بعد ما استخدمت فيستا بصراحه الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، ما كانش عندي اي مشكله مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص، ده غير ان طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح فاكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحه الموضوع اختلف معايا، ما بقتش عندي اي معاناه في اي حاجه، ولا في اللبس ولا في الحركه، بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه. الحقيقه بحب انصح الناس ان هم يستخدموا فيستا. الحمد لله استاذ ابراهيم كانت تجربته سعيده وناجحه جدا. لا وابراهيم عايز اقول لك من العيانين اللي كانوا متابعين بانتظام جدا مع الفريق شركه بايو ناتشرال، الدكاتره بانتظام، لانه كان عنده هدف، هو زي ما انت شايف شاب في سن بيبدا يدور على شغل، عايز مظهره يكون حلو، بيلبس طبعا. خلي بالك دلوقتي احنا في الحياه الاجتماعيه اللي احنا عايشين فيها، السوشيال ميديا والانستجرام والفيسبوك طبعا. بقى المظهر شيء مهم جدا حقيقي. وجسمك طبعا انت ممكن تلبس حلو بس لو جسمك مش مساعدك للاسف برده مش بيساعدك في موضوع اللبس. فهو شاب عايز ينزل يلعب كوره، يبقى ليه حياه اجتماعيه، فكان الموضوع فارق معاه جدا نفسيا. فهو لما كان هو الحمد لله كان من الناس يعني اللي احنا عندنا في المتابعين بتوعنا، عشان كده يعني هو معانا كحاله، عنده الطاقه والموتيفيشن ان انا هبدا وهلتزم معاكم، مش من الناس اللي احنا كنا تعبانين معاهم، لا عشان انا عايز اوصل لحاجه. فهو كان سعيد جدا وفرحان، خصوصا ان هو خس يعني تقريبا ال 35 كيلو تقريبا اللي هو خسهم دول، هو خس دلوقتي اكتر على فكره، فال 35 كيلو اللي هو خسهم دول خسهم في شهرين تقريبا، لان برضو الرجاله يعني محظوظين جدا ما شاء الله، انتوا يعني كريم عندكم الكتله العضليه حتى لما بتروحوش جيم ولا عمركم لعبتوا رياضه، خلقت ربنا الكتله العضليه عندكم بتحرق ما شاء الله كويس جدا. فهو ممكن يعني سيده تاخد نفس الحاجه وتلتزم او تاكل اقل منه ما تخسش بنفس المعدل. فهو خس فتره وجيزه جدا ودي حاجه حمسته اكتر، فقال يا دكتور يعني انا عايز اخس تاني اكتر علشان يعني ما يبقاش في احتماليه ان انا ازيد تاني. فبرضو عايز اقول معلومه يعني بخصوص ابراهيم زاد من اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، اللي هو بيثبت ببيستا برضو بس بكميات اقل، يعني كان بياخد 3 في اليوم، دلوقتي هو اتعود ان اكله اقل وبقى بياكل، يعني بيقول لي في الشغل ما بقاش عندي وقت قوي يا دكتور، بقيت ماشي على سناكس صغيره قليله، فبياخد كيس واحد، هو بياكل وجبه واحده رئيسيه في اليوم، ماشي صيام متقطع معانا مع الفريق، بيتابع مع لسه طبعا حتى في التثبيت متابع مع فريق بايو ناتشرال من الدكاتره. فهو بياخد وجبه واحده في اليوم، عامل صيام متقطع واثنين سناكس، بياخد قبلها كيس واحد، دي فتره تثبيت 6 شهور. جميل. بس طيب هل في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه ده، هل السن ليه احكام؟ بمعنى ان هل مثلا الكومباينيشن الجميل بتاع فيستا مع الف مالتي فيت فاعليته ومفعوله بيختلف لو كان الشخص عنده مثلا 50 سنه عن لو كان عنده 40 او 30، ولا الكونسبت واحد في كل الاعمار؟ لا الكونسبت واحد في كل الاعمار. اللي انا عايزه افاجئك بيه ان ممكن حد يكون كبير في السن حرقه افضل من حد صغير في السن، نتيجه ان عنده نقص في الفيتامينز او عنده لخبطه هرمونز بتؤدي انه حرقه يكون ضعيف عن العادي. أوكي. او يبقى مقابل لحد كبير في السن، طبعا كل ما بنكبر في السن حرقنا بيقل شويه. لو نشاطنا في الحركه قليل طبعا ده برده بيساعد
ده عشان مشاكل الركب والمفاصل اللي دايما هتلاقيها مرتبطه بالسمنه. طيب يبقى احنا الحل اللي احنا نعمله ايه؟ ان احنا لما هنمشي على كورس متكامل كل الافراد، سواء انا كبير في السن حرقي ضعيف او انا صغير في السن وعندي نقص في حاجات معينه مؤدي لضعف معدل حرقي، انا حليت بالكورسات المختلفه زي ما قلت، سواء فيها هنقرر بقى الفريق لما بيتكلم معاه في التليفون ونتواصل على الارقام الظاهره على الشاشه والصفحه، هو هيقرر لنا ايه الانسب لسننا، للمشاكل الصحيه، لاسلوب حياتنا، بتاريخنا. يعني انا دلوقتي لو شاب متصل وبقول والله انا جربت دايت كذا وكذا وكنت ملتزم فعلا واستشفينا الالتزام، لان مش دايما بيقولوا ملتزمين وبيكونوا ملتزمين، استشفينا الالتزام ولقينا ان فعلا معدل الحرق مش مظبوط، بنبتدي نضيف حاجات مع الكورس الثانيه برضو زي ما بنتكلم، سواء جارسينيا، قهوه خضراء، النظام الغذائي اللي هنتبعه، كل ده بيساعد ان كلنا نوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. طيب احنا من ضمن الكلام اللي دايما بيتقال فكره ان في الياف في هذا المنتج، لما بتدخل المعده بتنفش جوه المعده وبالتالي بتملى الحيز الاكبر من السعه بتاعه المعده. مزبوط. طيب وفي نفس الوقت احنا قلنا ان معدل استخدام المنتج ده يكون 3 اكياس، يعني كيس قبل كل وجبه وجبه رئيسيه. طيب هل المعدة المنفوشة على الفاضي دي النفخة دي بتختفي بعد وقت معين قبل مثلا ميعاد الوجبة التانية، بدليل ان احنا بنحتاج ناخد لها كيس بالزبط تاني قبل الوجبة التالية؟ اللي هي الطبيعي كريم، احنا عندنا تقريبا هضم الاكلة في رينج 4 ساعات. ده المفروض بيحصل كومبليت جاستريك امبتنج، يعني تقريبا المعدة بتكون فضت لو انا هضمي كويس ومظبوط، بتكون ساعدت على الهضم. فهي هي الياف طبيعية جدا. بالعكس انا عايز اقول لك حاجة لطيفة قوي، وده فيدباك الناس اللي يعني بتتواصل مع الفريق على الارقام اللي ظاهرة على الشاشة دايما وباكد عليها، لان هم بيلاقوا النتائج دي بصورة واضحة جدا، ان الالياف دي كريم بتساعد على زيادة معدل الهضم، حركة الامعاء بتتحسن كتير جدا. فالناس اللي عندها امساك مزمن او مشاكل قولون عصبي بيقولوا لنا يا دكتور احنا الموضوع ده اتحسن كتير جدا جدا جدا. فمش بس الالياف ملت بطننا ونزلت بتوقيت معين، هي غسلت. الالياف دي انا بسميها كده وسيله ديتوكس. هي ايه الحاجه اللي بتنظف معدتنا او دمنا؟ الالياف والميه. اكنك في البيت، انت ست بيت بتنظفي بيتك بالالياف المقشه بتاعتنا كده بالبلدي، لو بتسيقي المعده يعني. بالظبط. وعلى فكره ده اللي بيحصل حرفيا، احنا مش بنبالغ. احنا الالياف دي بتشكل سبونج زي السفنجه. السفنجه دي بتلم السموم اللي موجوده في جسمك، بتنظم حركه الامعاء. فكل ده الالياف ده دورها في جسمنا، الالياف الطبيعيه، سواء انا باكلها من بره او باخدها بصوره مركزه معموله بطريقه طبيعيه. مش بس كده، عليها كل الابحاث، عشان كده بيستا منتج مرخص من وزاره الصحة. طب معنى الكلام اللي بيتقال ده دكتورة إن مش شرط بقى إن الشخص اللي بيتعامل مع هذا المنتج إنه يبقى ماشي على نظام غذائي، ولا شرط برضو؟ لا مش شرط خالص، لأن ودي ميزة كده بقى. إحنا بنقفل له يعني إيه السبب الرئيسي لأن هو عمال يدخل أكل جوه معدته، فإحنا خلاص قفلنا البند ده. ما هي دي الميزة الكبيرة اللي إحنا بنقدمها للناس بيستا. إحنا كنا أول ما قعدنا اتكلمنا قلت لي يا دكتور هل حد يقدر يسيطر على الشهية بتاعته؟ من كتر أنت ليه طلعت بالسؤال ده يا كريم؟ عشان حاسس إن الناس كلها دلوقتي بقت ضعيفة قدرتها إن هي، أنا عندي ستريس وعندي مجهود، أنا ببذل مجهود يا دكتور ورا ولادي. من مباهج الحياة بالنسبة بالظبط، هو الوحيد تقريبا موجود دلوقتي إن أنا أروح أريلاكس أقعد أتغدى براحتي، إن أنا أخرج آكل حاجة حبيبها. فدي للاسف الحاجه ان كلنا بنخرج دلوقتي او بنقعد بره النوادي. احنا هنروح بعيد ليه؟ طب الناس دلوقتي بتروح النادي عشان تمارس رياضه، عشان ولادها يقعدوا في التمرين. الست دلوقتي او الراجل لما بيروح بعد شغله ساعتين يقعد على ترابيزه في النادي بيريلاكس، هو مستني ولاده او هي مستنيه ولادها في التمرين، هي بتعمل ايه؟ ان هي بتاكل من المطاعم والكافيتريات الموجوده في النوادي. في ولادها بيلعبوا رياضه صحيح، بس هي عماله تزيد في الوزن. فدي شكوى عايزه اقول لك من ضمن الحاجات اللي بتجيلنا كتير جدا. يعني طب يا دكتوره بيقولوا للفريق، طب احنا قاعدين دلوقتي في النادي دي مش هاكل دلوقتي، اعمل ايه؟ طيب لما احس ان انا جعان اشربوا. لا خلي ابو الولاد هو اللي يوديه بالظبط كده عشان نهرب احنا من المغرب. بالظبط كده. فخدي انت الساشت او بيستا على كوبايه ميه وانت قاعده في النادي. لو انت شايفه لما هتروحي مثلا خلال ساعه ساعتين هتروحي تاكلي في البيت او هتاكلي وانت في النادي، لا خديه هيملى بطنك ومش هيعمل لنا اي مشاكل خالص. عظيم. احنا وقتنا للاسف الشديد انتهى، بس يعني سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا واستفدنا كالعاده من خلال وجودك اللي بنشكرك عليه جزيل الشكر، وان شاء الله نشوفك على خير قريب. والشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا. ان شاء الله يتجدد لقائنا بكره، يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم جميعا.